مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز العناوين. البرلمان يستأنف جلساته بجدول خال من فقرة انتخاب الرئيس، والمالية النيابية تؤكد قرب تمرير جداول الموازنة. مجلس الوزراء يقر تثبيت 17 مديرا عاما جديدا في وزارات وهيئات عدة، منها المفوضية وديوان الرقابة. النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وتدعو لوقف العنف وإرساء السلام. مرحبا بكم من جديد. يلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في طهران المرشد الإيراني علي خامنئي، ويقدم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما. خامنئي أكد للسوداني أن نائب الرئيس الإيراني والمكلف بإدارة شؤون البلاد محمد مخبر سيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية. جاء ذلك بعد مشاركة السوداني على رأس وفد رسمي رفيع يضم رئيس المحكمة الاتحادية وعددا من الوزراء والمحافظين في مراسم تشييع الرئيس الإيراني ومرافقيه في العاصمة طهران. أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حيث وجه الأخير دعوة رسمية لرئيس الوزراء للمشاركة في مؤتمر السلام في أوكرانيا الشهر المقبل. كما تطرق الاتصال إلى الشركات الأوكرانية العاملة في العراق وخطوات الحكومة وإجراءاتها في توفير البيئة الاستثمارية المثالية للعمل والاستثمار. وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالاهتمام بنتائج التقرير المتعلق بتقييم أداء الوزارات في مجال مكافحة الفساد لعام 2023 والعمل على متابعة توصياته وملاحظاته وتداركها في نتائج التقييم القادم. وأشارت مصادر مقربة من إدارة الدولة إلى قرب إجراء تغييرات مرتقبة في الكابينة الوزارية، مؤكدة وجود ضغوط من أطراف في الإطار التنسيقي تمنع رئيس الحكومة من إجراء أي تعديل وزاري لضمان الحفاظ على نفوذها ومصالحها داخل الحكومة حسب قول. أعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي إقرار مجلس الوزراء تثبيت 17 مديرا عاما في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة. أقر مجلس الوزراء تثبيت 17 مديرا عاما في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وتوزعوا بواقع 4 مدراء عامين في وزارة الموارد المائية، وثلاثة في وزارة الزراعة، وثلاثة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وثلاثة في هيئة التصنيع الحربي، وواحد لكل من وزارتي الكهرباء والصناعة، ومؤسسة السجناء السياسيين، وديوان الرقابة المالية الاتحادي. يستأنف البرلمان عقد جلساته بجدول خلا من فقرة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد أن فشل في اقتراع الجلسة السابقة. وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن الجلسة ستشهد التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات ومشروع قانون العطلات الرسمية، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز المخابرات الوطني.
باشرت اللجنة المالية النيابية بعقد أول اجتماع لها لدراسة جداول موازنة عام 2024 من أجل المضي في التصديق عليها. من جهته أكد رئيس اللجنة النيابية عطوان العطواني أن التصويت على جداول الموازنة لن يتجاوز 9 حزيران المقبل، في وقت استقبل فيه العطواني وفدا من البنك الدولي ناقش معه أطر التعاون واستدامة العلاقة بين اللجنة المالية والبنك الدولي، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية للمعوقات التي تواجه مسيرة التنمية في البلاد والقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، يخطو العراق نحو تعزيز اقتصاده بمشروع طريق التنمية، وذلك من خلال التوجه إلى أربيل لإكمال خط سكك المشروع الذي يمر بفيش خابور فيدهوك قبل وصوله إلى تركيا. المزيد في هذا التقرير. من الفاول في البصرة إلى فيش خابور في محافظة دهوك وصولا إلى تركيا، بغداد تفاوض أربيل على مرور خط السكك الحديدية ضمن مشروع طريق التنمية الذي تقدر تكلفته ب17 مليار دولار، مشروع سيعزز الاقتصاد العراقي من خلال الشحن البري أو السككي. راح تشوف الشركات والدول اللي راح تتشارك في طريق التنمية راح تخلق مركز، شلون نقول، مخازن وشركات في داخل الإقليم، نسبة الأمان ونسبة الضمانات راح تكون موجودة، راح يكون مركز تجاري لتوزيع يعني البضائع، وهذا اللي راح يجي عن طريق التنمية لدول أوروبا والشرق الأوسط ودول شمال، عفوا، جنوب أوروبا وشمال أوروبا. مشروع الربط الحديدي الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر سيكون بمسارين ذهابا وإيابا، وسيمر ب10 محافظات عراقية من البصرة شمالا نحو الناصرية والسماء والديوانية والنجف وكربلاء وبغداد، مرورا بصلاح الدين ونينوى، ومن ثم يدخل إلى أقليم كردستان عبر منطقة فيش خابور قبل دخوله الأراضي التركية. إلى أهمية جدا كبيرة اقتصاديا لاقتصاد العراق واقتصاد الإقليم، لأنه راح يفتح أبواب عمل للشباب، وإضافة إلى أنه كمردود اقتصادي جيد. ومن المتوقع أن تصل إيرادات المشروع بعد التشغيل إلى 4 مليارات دولار سنويا تتحقق من خلال الجمارك وأجور نقل البضائع، وسيسهم في نقل 15 مليون مسافر سنويا وتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل ونقل 3.5 مليون حاوية من البضائع التجارية. مشروع حيوي استراتيجي مستقبلي سينفذ على 3 مراحل زمنية سيكون رافدا اقتصاديا مهما للبلاد. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل. أعلن وزير الصحة في إقليم كردستان سامان البرزنجي تسجيل أول 3 إصابات بالكوليرا والحمى النزفية في العام الجاري. البرزنجي أكد تسجيل أول إصابة بهذا المرض في الإقليم خلال العام الحالي، إضافة إلى 2 بالحمى النزفية، مشيرا إلى تسجيل نحو 50 إصابة بالحمى النزفية في عموم العراق، توفى منها 8 مرضى، بينما سجل الإقليم 2 إصابة توفي 1 منهما، مشيرا إلى اتخاذ المستشفيات والمراكز الطبية في الإقليم التدابير الصحية اللازمة للحد من الإصابة بهذين المرضين. رغم ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة، تعاني أغلب أحياء سامراء من انقطاع مياه الشرب لأكثر من 7 أيام. المزيد في هذا التقرير. أزمة مياه الشرب لا تكاد تغادر أحياء سامراء في جميع الفصول والأوقات.
أغلب أحياء سامراء بلا ماء لسبعة أيام على التوالي وأكثر أحياناً، رغم ارتفاع مناسيب نهر دجلة، والمواطن يتساءل كيف سيكون الحال مع اشتداد الحر إذا كان الحال هكذا مع بداية الصيف. اليوم مدينة سامراء تعاني من شحب قلة المياه، مع العلم أنه هي مدينة تطل على نهر دجلة أو يحاوطها نهر دجلة. اليوم الماء بالمدينة يعني يصعد الماء انقطع عندك الماء، نزل الماء راح الماء، يقول لك والله انقطع الماء. اليومية المطارات عاطلة، يوميات المطارات راح تشتغل، اليوم المطار ما اشتغل باكر المطار، يعني اكو قلة واكو شحة. مع العلم احنا قلت لك مدينة محاطة بنهر دجلة. يعني استاذ احنا سبعدنا ما جاينا الصيف، احنا بشهر الخامس ينقطع الماء، ممكن ينقطع الماء يوم يومين للصيانة لغرض يعني شيء معين، اما ينقطع الماء سبعة ايام وعشرة ايام، زين احنا بتموز وابر ايش يسوون؟ يعني هاي المشكلة بنعاني منها احنا، يعني ماكو مي، خلاص ماكو مي. دائرة ماء المدينة أكدت إن أكبر مشاريع الماء الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي أجريت عليه الصيانة والمقاول ترك العمل فيه، وإن هذا المشروع يغذي 80% من المدينة. جتنا الصيانة على هذا المشروع، لكن يا ريت ما أجت الصيانة، لأن اشترت شغل عكسي ويانا. بدأ المقاول يشتغل بالمشروع، فتح لي مضخات، وقف الفلاتر، وقف الأحواض الترسيب، عمله كان متلكئ جدا، لكن الآليا يعني توقف العمل بالمشروع بحجة أنه يعني ما أنطوا مبالغ أو ما أعرف شنو. لكن اليوم بدأت يعني مشروعنا تدمر تقريبا، بدينا نشتغل نشد مضخات يعني من مديرية ومن عندنا، نشد مضخات جديدة حتى نقدر يعني نسد النقص اللي عندنا بالمشروع. وبدل أن يكون هنالك مشاريع جديدة تتناسب مع التوسع السكاني والعمراني للمدينة، تتوقف المشاريع القديمة لتفاقم الأزمة، والسبب غالبا ما يكون لعدم صرف الأموال. من صلاح الدين برا كنعان، قناة الفلوجة. بسبب مشادة كلامية، متعاطو مخدرات يقتلون بطل ملاكمة في قضاء الأعظمية وسط بغداد، فاجعة أثارت موجة من الغضب والاستياء تجاه تقاعس الجهات الأمنية عن مكافحة هذه الآفة الخطيرة. المزيد في هذا التقرير. مثقف يخاف الله، شنو ذنب يجون الكبسلة؟ متعاطو المخدرات قتلوا ولدها بدم بارد. قاموا مطرطري برجله، زين طرطرتوه روحه، ليش ضربتوه بدماغه؟ مو هذا مهجة قلبي. أشعلوا نارا أزلية في قلبها وفي قلوب سكان العظمية لن تنطفئ جمرتها. الله أكبر. مشاجرة كلامية قطفت زهرة شباب علي طه، أو علي طوى كما هو معروف، بطل من أبطال العظمية في رياضة الملاكمة. ثلاثة عيارات نارية أجهزت عليه وجعلته محمولا على أكتاف رفاقه جثمانا هامدة. إنسان رياضي على مستوى بغداد يلعب ملاكمة، بطل بالملاكمة، زين يروح للعظمية بالمسدسات على دماغه، هاي صايرة دائرة. وين إحنا؟ شريعة الغاب. صار مشكلة مشادة كلامية، ليش باوا علي أنا ما باوا عليك؟ ناس زين ديت حاجون، شاء المسدد ضربة ثلاث طلقات. هاي المشادة، علاه فقير، خوش ولد، خلوق، صعب أخلاق، المنطقة كلها تحمد بي. علي من بين الشباب الذين وقفوا متصدين لآفة المخدرات التي بدأت تدخل أزقة العظمية بلا استئذان. رحيل علي كشف النقاب عن مخاطر بدأ السكان يستشعرونها، ليطلقوا مع صيحات تشييعه مناشدات للجهات الأمنية بالتدخل وتفكيك شبكات المتاجرين الذين وضعوا الشباب في دائرة الاستهداف. علي الله يرحمه واحد من أبطال العظمية اللي كان متصدين لملف العصابات والمخدرات، هذا واحد. اثنين، علي ليس حالة فردية، هناك من علي مئات كلهم يحاولون ينظفون المنطقة. علي وأمثاله ضحية قصور حكومي وضحية مجتمع. ثورة وصولة في منطقة العظمية على غرار صولة البتاوين لتخليص المنطقة من بؤر الفساد، من بؤر الكبتاغون، الكريستال، الحشيشة، الكريستال كلها تفشت وصلت إلى المدارس. اليوم مات علي، باكر يموت يجوز ألف علي، والسبب هو المخدرات. زين، فيا معالي الوزير يعني أتمنى توضع لنا حد. حادثة تدعو إلى التفكير مليا بالاستراتيجية الأمنية المناطقية في ملاحقة العصابات المنظمة،
التي تستغل التراخي الأمني في المناطق الشعبية لتبث سموم المخدرات، ما يتطلب مراجعة الخطط المتبعة في تأمين هذه المناطق. علاء الحديد، قناة الفلوجة، بغداد. ظاهرة التسول تلقي بظلالها على أمن واستقرار محافظة الأنبار بعد تسجيل أكثر من 260 متسولا أجنبيا وعراقيا. المزيد في هذا التقرير. بطرق وأساليب عديدة انتشرت ظاهرة التسول في مدن الأنبار، منهم من يقف عند إشارات المرور، ومنهم من يتجول في الأسواق. لتسجل أكثر من 276 شخصا، بعضهم من خارج العراق والبعض الآخر من خارج المحافظة أو من أطرافها. من أهم هذه الظواهر هي ظاهرة التسول. صراحة موضوع الأطفال وعمالة الأطفال، تواجدهم بالتقاطعات، هذا الموضوع يؤدي إلى إرباك المشهد الأمني، يجعلهم لقبة سائغة للإرهاب. يعني عدم وجود ضوابط لوجود مثل هكذا أطفال، توافدهم من المحافظات الأخرى أو من دول الأخرى، مثلا سوريا أو المدن الأخرى، صراحة هذا كله يضعنا أمام تساؤلات عديدة عن دور الأجهزة الأمنية، دور الأجهزة الاستخبارية من هكذا ظواهر. من الناحية الأمنية، فإن وجود هؤلاء يشكل خطرا كبيرا، خصوصا بعد دخولهم إلى المحافظة بطرق غير شرعية، لتتصاعد المطالبات بمتابعة ملفهم وتدقيقهم أمنيا من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الأنبار. هذه الظاهرة المسيئة لحقوق الأطفال ولعدم مراعاة الاهتمام بالطفولة وبملف الطفولة، هذا أيضا يعود بظلالها على سوء الإدارة من قبل الحكومة، إدارة ملف الطفولة ومتابعة الأطفال من خلال متابعة ولي أمرهم. انتشار هذه الظاهرة سيفتح المجال للنصب والاحتيال والإتجار بالبشر، ليرى متخصصون ضرورة تجديد القوانين الموجودة وتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية للفئات المهمشة. نشوف بالتقاطعات، نشوف بالمحلات التجارية، بالأسواق هواية أطفال يسولون، وأكو البعض من عندهم طبعا هم أطفال سوريين وأطفال من خارج المحافظة وأطفال من داخل المحافظة. فنتمنى من جهاتنا الحكومية، نتمنى من الجهات الرقابية أن نسلط الضوء على هاي الفئة، فئة المتسولين، لأن الحقيقة هاي الفئة تشكل خطر على مجتمعنا وعلى محافظتنا. بظاهرة جديدة على مدن الأنبار، تقاطعات المرور والأسواق تكاد لا تخلو من المتسولين، أكثر من 276 شخصا مسجلا عند الجهات المختصة، أغلبهم من خارج المحافظة. من الأنبار، إدريس يحيى، قناة الفلوجة. أعلنت النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، فيما أصدر الكيان الصهيوني تعليمات باستدعاء سفيرها في أوسلو ودبلن للتشاور بشكل فوري عقب الإعلان عن الخطوة. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوانس جارستورا إن أوسلو ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 من أيار الجاري، مضيفا أن بلاده تعتقد أن حل الدولتين في مصلحة إسرائيل. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الإسباني أن الحكومة الإسبانية ستعترف بفلسطين كدولة في المستقبل القريب مع عدد من الدول الأخرى. كما أكد وزير خارجية إيرلندا أن دبلن ستعترف رسميا بدولة فلسطين في مايو الجاري. من جانبها، رحبت فلسطين بإعلان الاعتراف بها دولة من قبل دول أوروبية. قررت حكومة النرويج أن تعترف بدولة فلسطين، وسيدخل اعتراف النرويج حيز التنفيذ في 28 من مايو، وبالتالي ستعتبر النرويج فلسطين دولة مستقلة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات التي يترتب عليها ذلك القانون الدولي للعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليا، والامتثال لجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. نحن ملزمون ببذل كل ما في وسعنا بإرسال المساعدات الإنسانية ومساعدة اللاجئين والنازحين كما نفعل، ولكن أيضا باستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة لنا،
ولنقول بصوت عال وواضح أن الحل الوحيد العادل والمستدام لهذا الصراع هو بإقامة الدولتين. ولذلك أيها السيدات والسادة، أود أن أبلغكم ذلك بعد التوصل إلى توافق في الرأي بين الطرفين المتشككين والحكومة الائتلافية التقدمية، وتجسيدا لمشاعر الأغلبية للشعب الإسباني. ستوافق إسبانيا يوم 28 مايو على الاعتراف بدولة فلسطين في مجلس وزرائها. في الشهر الماضي وقفت على الخطوات ذاتها مع رئيس الوزراء الإسباني سانشيز، وقلنا إن نقطة الاعتراف بدولة فلسطين قد اقتربت. واليوم تعلن كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين، وسيتخذ كل واحد منا الآن خطوات وطنية وضرورية لتنفيذ هذا القرار. وبعد إعلان اليوم تحدثت مع عدد من القادة والنظراء الآخرين، وأنا واثق من أن مزيدا من الدول ستنضم إلينا في اتخاذ هذه الخطوة المهمة خلال الأسابيع المقبلة. هذا يوم تاريخي ومهم بالنسبة لأيرلندا وفلسطين. إلى ذلك، ومع اليوم 230 من العدوان على غزة وعلى وقع قصف صهيوني متواصل على أنحاء القطاع، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن عدد الشهداء من الأطفال قد تجاوز 15,000 منذ بداية الحرب. وكبدت المقاومة الفلسطينية قوة الاحتلال مزيدا من الخسائر في الأرواح والمعدات في مخيم الجبالية شمالا ورفح جنوبا، كما بثت المقاومة صورا لعملياتها. في المقابل، أعلن رئيس أركان الاحتلال أن الجيش مستعد للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر لاستعادة جثث الأسرى. توافد السياح إلى مملكة القصب وركوب الزوارق السومرية مشاهد يأمل الأهالي أن تستمر من خلال الحفاظ على مناسيب المياه الواصلة للأهوار. المزيد في هذا التقرير. إلى المسطحات المائية بطبيعتها الخلابة وصلت وفود سياحية عدة قاصدة أهوار تشبايش شرقي ذي قار لقضاء أوقات جميلة بركوب الزوارق السومرية والذهاب بجولات بين القصب والبردي، أجواء ربما لم يجربها كثير من أبناء المدن. أنا اليوم جيت في منطقة سكة العبيد محافظة البصرة، قضيت العطلة هنا، عطلة نهاية الأسبوع منطقة الأهوار. بصراحة أول مرة أجي وعجبتني الأجواء، كلش هنا كلش حلوة الأجواء. أشجع على السياحة الداخلية داخل البلد. بصراحة يعني مكان كلش حلو، واحد يقضي بيه عطلة نهاية الأسبوع، يتخلص من ضغوط الحياة والروتين اليومي، وبنفس الوقت يستذكر هاي الأجواء وشلون كانوا أجدادنا السومريين عايشين بهاي البيئة. نزور كربلاء، نجف، البغداد، الأهوار والباب، الآثار البابل والأهوار بالناصرية والبصرة. شلون شفت الأهوار اليوم؟ بالنسبة لأهوار والله كلش حلو، احنا حبينا لأنه بالكردستان احنا ما عندنا هذول الأهوار وما يهيجي، فحبينا وكلش حلو. السكان المحليون في مملكة القصب طالبوا الجهات الحكومية بالحفاظ على مناسيب المياه، خصوصا خلال الأيام القادمة التي قد تشهد تراجعا في الإطلاقات المائية الواصلة إليها، مما قد يؤثر على بقاء الأهوار وطبيعتها التي قد تشهد توافد مئات السياح هنا. كثرة السياح اللي يجون من الإقليم والمحافظات الوسطى، وأيضا السياح الأجانب اللي جاي يجون بكثرة بهاي الفترة، لأنه يشوف الأهوار عادة إلى طبيعته، يشوف الخضار موجود بكل مكان، الناس مرابين الجاموس. السياحة تعتمد على عاملين أساسيين هي الناس المحليين والمياه، وهاي جاي نشوفها متوفرة، فنحاول إنه الحكومة المحلية تحافظ على هاي المياه، لأنه إحنا مقبلين على فصل صيف حار جاف، ممكن ينخفض منسوب المياه. وفرة الأمطار زادت من مناسيب المياه في الأهوار، حيث رسمت لوحة خضراء مفعمة بكل ما جادت بها الطبيعة، مما ساهم في زيادة أعداد السياح إليها ومن جميع الدول والمناطق. من ذي قار، سعد الركابي، قناة الفلوجة.
شهدت محافظة كركوك المهرجان الأول من نوعه على مستوى رياضة الفروسية بمشاركة فرسان من محافظات ديالى وبغداد والسليمانية وأربيل. التفاصيل في هذا التقرير. على أرضية ملعب نفط الشمال يحاول الفرسان بخيولهم اجتياز الحواجز واستعراض مهاراتهم في أول مهرجان يقام في كركوك لرياضة الفروسية. كرنفال الخيول لأول مرة يحدث في محافظة كركوك العزيزة المحافظة الطاقي. عدد المشاركين بالخيول ما يقارب 40 من الخيول من كافة محافظات العراق، أقليم كردستان وبغداد ومحافظات الجنوبية مشاركين به، وإن شاء الله نكون حسن ظن كركوك ويكون مستمر المهرجان السنوي إن شاء الله. 55 فارسا مشاركا في مهرجان الخيول العربية والكردية الأصيلة بستين نوعا مختلفا من الخيول نقلت من محافظات السليمانية وأربيل وديالى وبغداد. كرنفال من شأنه أن ينهض بواقع هذه الرياضة ودعم حملة رفع الحظر عن الخيول العراقية. هذا المهرجان اللي جاي تشوفونه نظمت اللجنة الأولمبية وبتعاون مع محافظة كركوك بمشاركة 60 خيل من الخيول الكردية والعربية، شاركت به عدة محافظات منها أربيل وسليمانية ودهوك. المهرجان أقيم بتعاون مدني وحكومي بين منظمات معنية برياضة الفروسية واللجنة الأولمبية وأندية مؤسساتية وسط حضور جماهيري من عشاق هذه الرياضة. أول مرة يصير بكركوك اللي هو دعم ومشاركة الخيول العربية الأصيلة العراقية الأصيلة، ونرجو من القائمين يعني على هذا المجال لأن يدعمون الفروسية بالعراق اللي هو تراث آبائنا وأجدادنا، والصراحة الحدث كلش حلو وجميل. وفرة المناطق الريفية في كركوك حولت بوصلة الهواة إلى احتراف في ممارسة رياضة الفروسية، شارك معظمهم في المهرجان الأول من نوعه على مستوى المحافظة. عبد الله العامري، قناة الفلوجة، كركوك. منذ أكثر من 100 يوم تمر ديالى بأزمة سياسية خانقة تعيق تشكيل مجلس المحافظة وتهدد بتأخير تقديم الخدمات للمواطنين. المزيد في هذا التقرير. يتمسك حزب الدعوة بالمنصب بينما تتبع بدر سياسة النفس الطويل لتتسع حدة الخلافات بين أعضاء مجلس محافظة ديالى حول اختيار منصب المحافظ ورئيس المجلس، لتلتحق الكتل السنية للمطالبة باستحقاقها لشغل منصب المحافظ أيضا. ومعها تتجاوز المفاوضات 100 يوم على عقد الجلسة الأولى دون التوافق على المناصب التنفيذية والتشريعية. حسب الاستحقاق داخل الإطار التنسيقي انه استنفذ يعني استنفذ نقاطه جماعة بدر، فيرجع المنصب الى دولة القانون. داخل دولة القانون ايضا اكو تيارات واكو احزاب تقول احنا ايضا هذا المنصب من صالحنا. المكون السني ايضا قدم ورقة عمل انه المنصب المحافظ يكون من حصة المكون السني. ايضا المكون السني اكو خلافات بين السيادة وعزم تقدم، والحقيقة لا حل يلوح في الأفق لحد هذه اللحظة. القرار في العاصمة بغداد التي هي منطلق لحل أزمة الإدارة المحلية، إلا أن إخفاق البرلمان في اختيار رئيس له قد يجعل من ديالى ساحة لتصفية الحسابات ويزيد من حدة التوتر، وقد يعمق الخلاف بين الكتل المتناحرة حول منصب المحافظ ويعيد ترتيب التحالفات، مما قد يؤخر تشكيل الحكومة لعدة أيام أو أشهر أخرى. الكثير من المراقبين في محافظة ديالى كان يعول على اتفاق الكتل السنية على تسمية رئيس البرلمان، لكن ما حصل هو زاد من الخلافات ووسع الهوى بين هذه الكتل، وبالتالي سينعكس بشكل مباشر على محافظة ديالى وانتخاب رئيس مجلس ومحافظ. وتعتبر مجالس المحافظات حلقة وصل بين الجهات التنفيذية والمواطن وتشرف على عمل الدوائر المحلية، وهذا ما يتطلع عليه الأهالي بالمباشرة بواجبات الأعضاء والوفاء بالوعود التي قطعوها أبان فترة الانتخابات. وقد ينعكس الخلاف السياسي داخل مجلس محافظة ديالى على واقعها الأمني والخدمي، ليبقى الخاسر الوحيد المواطن الذي انتظر لأكثر من 5 سنوات عودة المجالس وعملها الرقابي.
من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. مشاهدينا، النشرة انتهت، إليكم أبرز ما فيها. البرلمان يستأنف جلساته بجدول خال من فقرة انتخاب الرئيس، والمالية النيابية تؤكد قرب تمرير جداول الموازنة. مجلس الوزراء يقر تثبيت 17 مديرا عاما جديدا في وزارات وهيئات عدة، منها المفوضية وديوان الرقابة. النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وتدعو لوقف العنف وإرساء السلام. مشاهدينا، النشرة انتهت، إلى اللقاء.